بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قد كثر في هذه الأيام التحدث عن التبرع بالأعضاء في أعضاء الإنسان، فما هو الصواب في ذلك؟ هذا الموضوع صدر فيه فتاوى وقرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء، قدر فيه قرارات وقدر فيه فتاوى، حاصلها أنه لا بأس لنقل الأعضاء بشرطين. الشرط الأول أن يكون لا ضرر على المنقول منه، فنقل الكلية مثلا إذا كان المنقول منه لا ضرر عليه فلا بأس بذلك، أما إن كان عليه ضرر هذا لا يجوز. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا العضو، قرر الأطباء أن هذا العضو يصلح لهذا المنقول إليه. وشرط ثالث وهو أن يكون المتبرع جائز التصرف، يكون المتبرع جائز التصرف لأن يكون بالغا عاقلا، فما يشترط هذا في المال فإنه يشترط في الأعضاء من باب أولى، لأن الأعضاء أهم من المال. فإذا كان يشترط التبرع بالمال أن يكون المتبرع جائز التصرف لأن يكون بالغا عاقلا ففي الأعضاء من باب أولى. ونعلم من هذا الشرط أنه لا يجوز أخذ أعضاء الميت، لا يجوز أخذ أعضاء الميت بعد موته أو قبل موته، يقولون إذا مات دماغيا لا يجوز هذا، لأنه في هذه الحالة غير جائز التصرف، بل ليس له تصرف لأنه بدأ به الموت. لا يجوز أننا نشلع أعضاءه وهو ما أذن بهذا، وليس لوليها وأقاربها صلاحية في أن يأذنوا، إنما هذا في حق الحي الجائز التصرف. إذا توفرت هذه الشروط أن يكون المنقول منه جائز التصرف، أن يكون لا ضرر عليه في نقل العضو ولا يتأثر بنقله، أن يكون المنقول إليه، أن يكون المنقول منه لا يتضرر بنقل العضو منه ولا يتأثر، أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا وهذا العضو يصلح له بتقرير الأطباء، فلا بأس بذلك.